مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها بالرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي الثوري. ففي تطور جديد وبعد إعلان تكليف محمد توفيق علاوي أوعز مقتدى الصدر لعناصر القبعات الزرق التابعين لميليشيا سرايا السلام للتنسيق مع القوات الحكومية لإنهاء التظاهرات بزعم أن أغلب مطالب الثورة قد تحققت. هذا التنسيق الأمني كما وصفه مقتدى الصدر أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين السلميين بجروح إثر استخدام ميليشيا السرايا وعبر عناصرها التي ترتدي القبعات الزرق للهراوات والسكاكين، فيما تنفي قيادات الميليشيا وقوع أي انتهاكات رغم مئات المقاطع الفيديوية التي وثقت هذه الانتهاكات وترديد الآلاف من المتظاهرين هتافات نددت باعتداءات عناصر القبعات الزرق. لمناقشة هذا الموضوع ومحاور أخرى نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ شاهو القرداغي. أهلا بكم أستاذ شاهو. تحياتي لكم، حياكم. أهلا بك. ومعنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بكم دكتور حامد. أهلا وسهلا عزيزي. وعبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات السيد فراس السماك، نرحب به أيضا. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود. مشاهدينا، إمعانا في القمع والتنكيل بذريعة حفظ الأمن، ميليشيات السرايا وعبر عناصرها من القبعات الزرق اعتدت على النساء المتظاهرات والطالبات في موقف أثار استهجان وغضب الجميع. لنشاهد هذه اللقطات التي توثق ما تقوم به هذه الميليشيات. عصابات مقتدى ضربوا بنيه، عصابات مقتدى ضربوا بنيه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، تابعتم وتابعنا هذه المقاطع المؤسفة والمؤلمة كذلك للمشاهد. عملية اعتداء على الطالبات، لم تسلم حتى النساء في العراق من اعتداء الميليشيات وخاصة في الآونة الأخيرة القبعات الزرق وميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. أكرر التحية مرة أخرى لك أستاذ شاهو. يعني اعتداء أصحاب القبعات الزرق جاء بعد فترة قليلة من عملية إعلان محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الحكومة، ما الذي يريده مقتدى الصدر من دفعه لعناصره الميليشياوية للاعتداء على المتظاهرين ومحاولة فض التظاهرات؟ تحياتي لك وللضيوف الكرام. حقا يجب أن نعود إلى حادثة مقتل قاسم سليماني في العراق. هذا الأمر دفع إيران إلى إعادة ترتيب أوراقها في العراق. نحن رأينا أنه خلال الفترة الأخيرة كان مقتدى الصدر يحاول أن يروج لنفسه بأنه قائد مصلح يدعم المتظاهرين ويؤيد مطالبهم، ولكن بعد مقتل قاسم سليماني رأينا أن هناك ارتباك في مواقف مقتدى الصدر، تحول من هذا الصورة التي حاول أن يصنعها عاد إلى الصورة الميليشياوية التي كان عليها زمن جيش المهدي. بالبداية أسس الجبهة المقاومة الدولية لطرد القوات الأمريكية في العراق، ثم قام بالاجتماع بالميليشيات في قم. كل هذه المحاولات كانت لضرب الثورة العراقية الحقيقية ولحرف مسارها وللتركيز على أمور سخيفة لا تستحق في على حساب الثورة الشبابية الموجودة. عندما لم تنجح كل هذه الوسائل حاول تمرير مرشحه المفضل وهو علاوي عن طريق دفع عناصره إلى الساحات ليقول أن المتظاهرين يوافقون على خيارات الصدر، فشل أيضا في هذا الخيار. وبعد فشل كل وسائله لاختراق ساحات التظاهر لجأ إلى الخيار الأخير وهو
توجيه عناصره لقمع المتظاهرين. كيف فعل ذلك؟ وجه القبعات الزرق، يعني القبعات الزرق الذي يسميهم مقتدى الصدر، لا ندري هل هي تشكيل أمني، هل هي جزء من القوات المسلحة، هل غدا سوف يأتي البرلمان ليعطيهم صفة قانونية كما فعل مع الحشد الشعبي سابقا. يعني لا ندري توصيف هذه القوات، هذه ميليشيات. كما تحول الجيش المهدي إلى سرايا السلام، سرايا السلام الآن عندك القبعات الزرق، ولكن النفس الإجرامي هو نفس النفس وهو نفس الإجراءات القمعية التي كانوا يرتكبونها سابقا. الآن أيضا يريدون إحياء الطائفية من جديد، يعني هذه الميليشيات، ميليشيات سرايا السلام التي يقودها مقتدى الصدر، عادت إلى الشارع من جديد وعادت إلى فترة 2006، تريد أن تقوم بارتكاب الجرائم، تخويف الناشطين، تهديد الناشطين، قتلهم أيضا حتى يتركوا الساحات ويتفرغ الساحات لعناصر مقتدى الصدر. لأن المظاهرات حقيقة منذ اليوم الأول من أكتوبر إلى الآن أضرت بمقتدى الصدر كثيرا. هو كان يعتبر نفسه القائد الأوحد والأول الذي يستطيع تحريك الملايين. انتهى هذا الوهم، انتهى، لم يعد الناس يسمعون لقائد متناقض مع أفعاله ومواقفه ويستخدم الشارع للوصول إلى مكاسب سياسية. يعني هذا الأمر أصبح واضحا حتى عند الأطفال في العراق. فكيف بالمواطنين، النخبة والشباب والطلاب والطالبات؟ ولذلك رأينا أن مقتدى الصدر يحاول بكل طريقة، يحاول بكل قوة أن يقمع الاحتجاجات الموجودة، ولا يتحمل رؤية ناس أحرار خرجوا دون أن يسمعوا لقائد معين. هو هذا الذي يزعجه، يريد أن يكون الحراك بأمره. ودوا الخيم، شيلوا الخيم، ويتم تنفيذ الأوامر. هذا الأمر لم ينتهى، هذا الأمر أصبح من الماضي. لم يعد هناك من يسمعه إلا أنصاره والمستفيدين منه، وهو يريد أن يقمع المظاهرات لأنه حصل على مكسب تمرير مرشحه، تكليف مرشحه. نعم، وأيضا إيران اعتمدت عليه الآن في الوقت الحالي لقمع التظاهرات، وهذا ما نراه في تراجع قيس الخزعلي وباقي قيادات الميليشيات وتقدم مقتدى الصدر. هذا جزء من الترتيب الذي يتم الآن في الساحة السياسية العراقية، يتم إرجاع هؤلاء خوفا من الاستهداف بعد مقتل سليماني. وتقديم مقتدى الصدر بما أنه كان لديه جمهور وأنصار داخل العراق، يتم التعويل عليه الآن من قبل إيران لقمع الاحتجاجات. وهذا الأمر، هذا التخطيط إلى الآن فشل، إلى الآن لم ينجح. طيب، سأعود لك بعد قليل أستاذ شاهو، إذا انتقلت إليك دكتور حامد، لماذا كل ما يحدث حدث معين، حدث مهم في العراق، يؤتى بمقتدى الصدر لوأدي، إذا يمكن أن نصفه ما نراه الآن، هذه العمليات الميليشياوية التي ترتكب لوأدي أي حراك وطني، أي مظاهرة وطنية حقيقية خرجت بشكل سلمي كما نتابع ثورة تشرين، يؤتى بمقتدى الصدر لقمعها؟ لماذا دائما يعتمد عليه في هذه الأمور؟ مساء الخير عليكم جميعا، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولضيوفكم ولجمهوركم الكريم. الحقيقة الوضع العراقي بغض النظر عن التسميات يعني الأشخاص واللاعبين الأساسيين في الساحة العراقية، الوضع العراقي متوتر، معقد بعوامل كثيرة الحقيقة، لم تقتصر على العوامل الداخلية الآن، وإنما نعرف جيدا أنه هناك عوامل إقليمية وعوامل دولية. زاد الطين بلة الحقيقة الآن أنه في العراق لا يوجد الآن نسيج اجتماعي نظيف مثل ما كنا احنا، يعني مع الاعتذار اقول، عشنا في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات. الان هناك فوارق كبيره، فوارق طبقيه، فوارق اجتماعيه، فوارق بالوعي، فوارق في الثقافه، فوارق ايضا حتى بالانتماءات الاجتماعيه والشرائح الاجتماعيه. لذلك انا الحقيقه اعزو هذه القضيه الان، يعني ثوره تشرين المباركه لم تعد الان فقط ثورة سياسية بأهداف مطلوبية وتحولت إلى سياسة، وإنما الآن ثورة اجتماعية بحق، لأنه المجتمع الآن يريد ينتقل من شر الميليشيات القاتلة العميلة إلى ولاية الفقيه، إلى مجتمع منسجم يعيد النسيج الاجتماعي اللي كان سابقاً اللي ذكرته قبل شوية، ويعيد أيضاً الاستقلال وحرية البلد. هذا البلد الآن منتهك، احتل من قبل الأمريكان واحتل من قبل الإيرانيين. لذلك الآن المجتمع والمواطن من نزل قال أريد وطن، شنو معناها؟ معناها أنه يريد يعيش في بلده،
يعيش حر آمن ضامن لمستقبله ومستقبل عائلته وأبنائه. هذا الحقيقة الآن اللي يواجه كل شرائح وطبقات المجتمع العراقي، لذلك مو غريبة من يدخلون مجاميع من ميليشيات إلى ساحة تجمع طلبة وطالبات وطبعا غير محجبات أحيانا، وهي عشناها إحنا حتى في الجامعة، الجامعات صرح علمي محترم بحرام، لذلك العلاقات الاجتماعية تختلف عن العلاقات الاجتماعية في ساحة الاحتجاج والاعتصام. لما تدخل هاي الدخيلة اللي نسميها احنا ميليشيات تنتهك حرمة هذه الساحات اللي إلها أهدافها، إلها أهدافها تريد تحرر الوطن، فبالتأكيد راح تنتهك هذه الحرمة. هذه ما يقدروها الكل، لا رجل دين يقدرها ولا شيء، مع احترامي لهم، ولا شيخ عشيرة ولا حتى عسكري. لذلك الحقيقة المركب اللي حدث الآن في حياة المجتمع العراقي، شوف العسكري ينتهك حقوق المدنية للمواطن وللطالب وللي يطلب حقوقه، يجي شيخ العشيرة ما يفهم هذه إلا من خلال مصالح معينة، مع احترامي لبعض الشيوخ الانتهازيين. نجي إلى رجل الدين ما ينتبه إلى أنه هاي الميليشيات ممكن أن تقتل، ممكن أن تنتهك حرمات، حرمات بيوت وحرمات عوائل. فطبعا المطلب هو يبقى محترم، لازم يحترم المطلب، لا مقتدى الصدر قادر أنه يسترد الوطن، ولا أكبر منه ولا خامنائي يقدر يمنح الآن حرية واستقلالية للعراقيين، يقولهم روحوا أنتوا قرروا مصيركم ومستقبلكم بأنفسكم. هذا صراع حبيبي عزيزي تحول من صراع إقليمي دولي إلى، ونعرفها إحنا المعادلة نعرفها جيدا، الآن هناك إرادتان في المجتمع العراقي متصارعتان، إرادة تريد تستقل الوطن، تريد حرية، تريد ضمان مستقبل بلدنا، وهذه الإرادة الثانية إرادة الشر، إرادة الغير، إرادة الخارج، هذه الحقيقة تفرض هيمنة على بلدنا، وباقي يريدون يبقى البلد هو مستعمر من قبل إرادتهم فقط لا أكثر ولا أقل. سأعود إليك بعد قليل، أنتقل الآن للسيد فراس السماك الناشط في التظاهرات معنا عبر الهاتف من بغداد. أكرر لك التحية أستاذ فراس مرة أخرى. وعليكم السلام، السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام. السلام ورحمة الله. على جمهورنا. حياك الله، اهلا وسهلا. استاذ فراس، اعتداء جديد من عناصر القبعات الزرق التابعه لميليشيا السرايا، حدثنا بدايه كيف بدا هذا الاعتداء في ساحه التحرير؟ احنا كنا اليوم متواجدين في ساحه التحرير ومتوجهين الى ساحه الخلاني. وكنا نهتف لا 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 عندنا عصي ولا عندنا عود ولا عندنا خلق الاعلام العراقيه والصدور العراقيه. ونهتف بالعراق ورافضين محمد توفيق علاوي. نعم. إن ما صعدنا النفق إلا يطلعون جماعة القبعات الزرق. لا تتقدمون. قلنا له ليش؟ إحنا ذا اليوم إحنا طالبين مطالب، إحنا رافضين هذا. فأنتوا ليش ما تخلونا؟ وأنتوا كنتوا داعمينا قبل. نعم. قالوا ما يصير تتقدم، لازم ترجعوا. فصارت احتكاكات، بدأوا يضربون النساء. عندنا ضربة مرة بنات اثنين، صارت صدامات بين الشباب، تعرف الوضع انه العراق ابو غيره ما يشوف انه مرة تنضرب ويعوف. صحيح. فهدينا الوضع، نزلنا للجو، سرينا على الساعة عامة، بدأوا يضربون، استعملوا الهروات، أذوا الشباب كلش اليوم. يعني هم شو يريدون يوصلون من الحراك هذا؟ مطعم التركي وقتها ما في مشكلة. احنا باقيين، احنا ما نطلع من الساحة. احنا نعرف الاجنده الايرانيه ذات الضغط على خلاص باقي الاجندات الاشخاص القبل اللي كانوا يستعملون السلف بالساحه، بقى بس الشخص الوحيد هم جماعه القبعات، وان شاء الله هذا اللي همين يروح. طيب احنا سيد فراس، مقتدى الصدر في تغريده له قال بانه محمد توفيق علاوي جاء باختيار الشعب، وحضرتك مثل ما تتفضل وانت الآن ناشط في التظاهرات ومتظاهر، تقول خرجنا لنهتف ضد محمد علاوي رافضين له، وهذا إجماع بساحات التحرير الموجودة في العراق. طيب مقتدى الصدر جاب هذا الكلام منين؟ حبيبي الساحات هي تحكي، المتظاهرين هم مصدر السلطة بالعراق، خلي يطلع يشوفون زين، يا مدي يشوفون
نعم يا اخي، هذا 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 الدعم، هذا الدعم الخارجي. احنا ما رايدين محمد توفيق علاوي. المجرب لا يجرب، هو كان وزير وعليه حكم 7 سنين. نعم. من احنا ما مرشحين، انسان فاسد، كل الطبقه السياسيه فاسده. اختيارات القوم ما نريد، احنا ما نريدهم. ذلي ناس جايين لنهب البلد وقتل الناس وقتل العراقيين فقط، ما جاي من اهل المصالح. احنا نرفضهم جمله وتفصيلا. محمد علاوي يمثلنا؟ ما يمثل الشعب العراقي، مو صاحب شخصيه، شخصيه فاسده. شلون يمثلني؟ ما يمثل محمد علاوي. انا يا اخي مو انا، احنا كعراقيين كلنا نريد شخص نزيه شريف خالي ايديه من الدم، دم العراقي. احنا هاي المظاهرات سوى، هو طلع ناشد في قال هل يصير بينا؟ صار لنا 3-4 ايام بيستخدمون القبعات ببغداد والمحافظات كل، ندد شيء، طلع بيان، استنكر، ما هذا الدم العراقي بده يروح. نعم. اليوم انت لو تشوف المظهر من شاب عازق لا شايف كل شيء، 5-6 نفرات يشيتون عليه يضربوه، ليش؟ هذا محتل، هم مجايين انه يطلعون المحتل، شنو سووه؟ اليوم الشعب العراقي طالع دي حق، صار محتل هو اللي. طيب سيد فراس، في تغريدة جديدة لمقتدى الصدر أيضا يدعو إلى إرجاع الدراسة والعلم ليستتب الأمن ودعم الثورة بأعداد حاشدة ليقوى عودها ويشتد ساعدها ضد الفاسدين، كما وصف مقتدى الصدر في تغريدته. يعني بالجزء الأول إرجاع الدراسة والعلم ليستتب الأمن، يعني هل موضوع الأضراب الطلاب الذي نراه ودعم الثورة بهذه الطريقة وخروج العراقيين الطلبة ليطالبوا بوطن خرب الأمن؟ طيب ماذا عن الميليشيات اللي منتشرة بالشوارع من 2003 حتى هاي اللحظة؟ أخي احنا سيد مقتدى عايشين، احنا أولا هي مو بس سيد مقتدى، هم الطبقة السياسية كلهم يعيشون حاجة من الشيزوفرين ما يعرف. يعني احنا صار لنا سنة ما عندنا مستقبل. هسه يريد لنا ال4-5 أشهر اللي أثرت على مستقبل العراق. يا اخي اليوم الطالب اللي يتخرج وين يروح؟ قاعد بالبيت، يا قاعد بالقهوه، ايش يسوون؟ غير منطقي. زين هو مو كان بالبدايه يقول لنا ادعموا المظاهرات وكانت الخيام موجوده ويدعمهم هو؟ شنو الاختلاف هسه؟ المصالح اختلفت؟ نعم. طيب سيد فراس، ارجو منك ان تبقى معي، ساعود اليك بعد قليل. استاذ شاهو ضمن التغريدة يدعو مقتدى الصدر في تغريدته إلى دعم الثورة بأعداد حاشدة ليقوى عودها ويشتد ساعدها. طيب ضد الفاسدين، طبعا ضد الفاسدين يقول. طيب يعني هذه الدعوة من مقتدى الصدر، ما دلالتها برأيك؟ ما الذي يسعى إليه من خلال توجيه هذه الدعوة؟ هذا أولا يدل على الارتباك الموجود عند الصدر والتناقضات التي لديه وسرعة تغيير المواقف الذي يتبناها من إدخال أنصاره إلى الساحات وإخراجه منها ثم مهاجمته، والآن يعيد يعني ترتيب مشهد جديد ويعيد تقديم نفسه كراعي الإصلاح كما يقول، ولكن انتهى هذه الصورة عند مقتدى الصدر. يعني ببساطة أنا يعني أقوم بتوصيف المشهد. عادل عبد المهدي استقال من رئاسة الوزراء بناء على خطبة المرجعية الدينية. صحيح. هذا المرشح الجديد علاوي جاء بناء على ضغوطات من كوثراني اللبناني وحسن نصر الله بسبب مواقفهم وتواجدهم الاقتصادي داخل العراق. إذن ما هو يعني ليس هناك داعي لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة البرلمان أو لأي مؤسسات عراقية، أعلنوا الجمهورية الإسلامية في العراق وانتهى الموضوع. يعني إذا كان هناك رجال دين يتحكمون بالسلطة والسلطة التنفيذية ويجلبون المرشحين ويسقطون الحكومات، إذا ما الداعي من وجود هذه المؤسسات؟ ولماذا لا يكون المشهد بشكل واضح؟ يعني هؤلاء وخاصة مقتدى الصدر بعدما يعني فرض مرشحه وهو علاوي على الشارع وعلى باقي الأطراف، طبعا هو أيضا يضغط على باقي الأطراف السياسية، يعني يريد استخدام ورقة الشارع ضد الأطراف السياسية. مرر هذا المرشح بعدما كان في قم وأيضا كان يرتب مع حزب الله اللبناني لهذا الأمر،
الآن يريد أن يدعو المواطنين إلى مواصلة الاحتجاج، ولكن ضد من؟ يعني نعم. المواطنون احتجاجاتهم الجزء الأكبر هو ضد الفوضى، السلاح، وضد الميليشيات، وضد الفساد. والسيد مقتدى الصدر هو صاحب أكبر كتلة برلمانية، وأيضا صاحب ميليشيات، وأيضا صاحب مناصب وفساد كبير من 2003 إلى الآن. إذن هو يحاول يعني أن يخدع المجتمع العراقي من جديد بهذه الدعوات، ولكن كما قلت لا يستطيع أن يمرر هذه الأمور على المجتمع. وإذا تتابع ردات فعل المواطنين على تغريداته تدرك أنه لم يعد أحد يصدق هذه التغريدات. في هذه التغريدة طبعا هو وجه تحية للمتظاهرين في الساحات، وجه تحية للثورة، يعني بعد الذي قام به هو وعناصر القبعة الزرق الآن يقوم بعملية توجيه تحية، من الذي سيقبل هذه التحية؟ الثورة ليست بحاجة إلى أي دعم من مقتدى الصدر. الثورة كانت تسير بشكل طبيعي، ومنذ أن وجه أنصاره القبعات الزرق، الميليشيات القبعات الزرق لمواجهة المتظاهرين، قتل 5 عراقيين فقط على أيدي هالميليشيات القبعات الزرق. إذن الشارع لا يحتاج إلى دعمه، فقط يريد أن يكف عن مهاجمة المتظاهرين ويوقف هذه الميليشيات عن مهاجمة المتظاهرين وقمعهم. ويجب أن يدرك أن جزء أو الشريحة الأكبر من المظاهرات هي تحاربه، هي تحارب توجهه. هو شخص لديه أيديولوجية ولديه فكر، يؤمن بمشروع أيديولوجي، مشروع عابر للحدود. هذه الأفكار انتهى. المواطن العراقي الذي خرج اليوم يريد توفير العيش الكريم ومطالب اقتصادية ودولة عصرية مثل باقي الدول. يعني ينظر إلى أي دولة في العالم يرى أن المواطنين يستمتعون بثرواتهم ولديهم الحد الأدنى من الخدمات. في العراق لا يوجد هذا الأمر بسبب الخطابات الدينية والمذهبية لمقتدى الصدر وترويج أفكاره المتطرفة ومحاولة تحويل العراق إلى ساحة صراع. يعني الآن مجددا حتى لو مرر هذا المرشح ووافق المواطنون، شرطهم الأول تنفيذ الاتفاقية مع الصين، شرطهم الثاني محاربة التواجد الأمريكي، إدخال العراق في عزلة دولية وعقوبات مجددا. الآن نرى الاقتصاد اللبناني كاد أن ينهار بسبب عقوبات أمريكية بسبب سياسات حزب الله. إذا كان الدولة اللبنانية، إذا كانت الدولة اللبنانية تدفع ثمن تدخلات حزب الله في الدولة، فإن العراق سيدفع نفس الثمن، لأن حزب الله أيضا متورط وشريك في الجرائم الموجودة في العراق وخاصة الفساد الاقتصادي. إذن مقتدى الصدر بممارساته هذه يدخل العراق في عزلة دولية، في عقوبات أمريكية، تحويل العراق لساحة صراع. وهذه الأمور المواطنون لا يريدونها. المواطنون يريدون فتح صفحة جديدة داخل العراق، ولكن هذا الشخص لم يفهم بعد هذا الأمر أو لم يوصله رسالة الشارع، لذلك يريد أن يستمر في تقديم نفسه كراعي الإصلاح، كقائد للثورة بعد الجرائم التي ارتكبها وبعد المحاولات الأخيرة والفظيعة التي حاول إقماع، يعني قمع الثورة وإخماد التظاهرات الموجودة. سأعود لك بعد قليل دكتور حامد. يعني مقتدى يقول أن سلاح القبعات الزرق التابعة طبعا لميليشيا سرايا السلام هي الورود، في ظل المقاطع الكثيرة والكبيرة التي شاهدناها ونشاهدها يوميا منذ اللحظة التي أعلن فيها محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء طبعا بالتحالفات، هل الورود فعلا هي كانت سلاح القبعات الزرق؟ ماذا عن الأعداد الكبيرة من المصابين وحالات الوفيات التي أو استشهاد التي سقطت من المتظاهرين والاعتداء على النساء وحتى الأطفال تم شملهم بهذه الاعتداءات؟ هل فعلا كانت الورود هي سلاح القبعات الزرق؟ لا، شوف عزيزي، وجود أي ميليشيا أي فصيل الآن ضمن احتجاجات شعبية مطلبية تحولت إلى مطلب حقيقي للاستقلال وتقرير المصير، حق تقرير المصير، إذا بهذا الشكل نزولهم فقط هو بهذا الشكل منظم تحت اسم عنوان سرايا السلام أو ميليشيا أو يقول ما يشاء، لكنه هذا عمل منظم، عمل منظم وإلى أهداف مختلفة عن الأهداف الآخرين. اختلفت الآن
هو يريد يأيد حكومة جاءت بإرادة إقليمية وميليشياوية مثل ما نقول، والشعب يريد يقرر مصيره ويكمل أهدافه. أهداف الثورة يجب أن تستكمل، هذه حقيقة واقعة الآن. أما وجودهم هم بالتأكيد راح تخلق ساحة صراع، هاي لازم يدركها هو وغيره، من ناحية نفسية، من ناحية اجتماعية، من ناحية تربوية، من ناحية أيضا حتى أيديولوجية. الشباب ما عندهم أيديولوجية، الشباب اللي طلعوا يريدون من 1 أكتوبر من 1 تشرين أول لحد الآن ما عندهم أيديولوجية تجمعهم، عندهم هدف واحد، هو يريدون يعيشون حياة حرة كريمة في وطن حر، في وطن مستقل. هذه قضية تختلف، والشباب أيضا أنا أقول لك يعني وأنا أجزم بهذه، الشباب أنفسهم ممكن يكون مختلفي الأيديولوجيا، ممكن واحد يكون ليبرالي، واحد يصلي، واحد متدين، ما له علاقة بطائفة، لكن هو أن ينزل بميليشيا طائفية بهذه الطريقة بأهداف مرسومة مسبقا ولتحقيق شيء أيديولوجي في ذهنهم، هذا بالتأكيد راح يتناقض تناقض شديد مع الساحة العامة. لذلك أنا أقول لك لا ورود ولا غير ولا كلمات الود اللي يستخدموها هي تكفي. كان من الأول أكو شرط اشترطوه، وأنا كنت متابع جيد للوضع وأنا على اتصال بكل تنسيقيات الانتفاضة. أنه التيار الصدري إذا نزل ينزل كعراقي، ينزل مجرد من أي انتماء طائفي أو ديني أو تنظيمي. لذلك الكل أيضا ونمنعوا من البداية في ساحة التحرير، منعوا المنابر، منعوا المنصات، قالوا أنه إحنا نريد منصات خاصة لهذا الحزب أو ذاك، هذه الميليشيا أو تلك. لذلك لما إحنا جمعنا الوطن فلازم يجمعنا إلى النهاية هدف تحقيق أهدافنا، يعني تحقيق استقلال الوطن. لذلك أنا اللي أقوله هذه الشعارات زائفة غير حقيقية. الرجل أنا أقول لك وخلي يكون صريح، واللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى، أنا ما هامني يعني. الرجل هو تم إيهامه، هو متوهم بأنه يلعب دور على غرار التجربة اللبنانية. حسن نصر الله إجا فرض على البرلمان اللبناني أن يشكل الحكومة بأغلبية أو بتصويت اللي يسمح إلى أنه الحكومة تمشي وتتقاسم أيضا محاصصة، يعني بقينا على المحاصصة. نفس الشيء الآن دور التيار الصدري هو أنه يحتكر تشكيل الحكومة، ومن ثم يحتكر أيضا كل الامتيازات اللي تأتي مع الحكومة. طبعا هذه القضية مستحيلة، لأنه الشباب رافضين بقاء نظام المحاصصة المقيتة، رافضين الفساد، فلذلك الفساد تشكل مع بقاء هذه الطبقة السياسية الفاسدة. قلع هذه الطبقة وقلع نظام المحاصصة هو هذا اللي يحقق أهدافنا في الثورة وأهدافنا في الاستقلال بلدنا وحق تقرير مصيرنا. ابقى معي دكتور حامد، سأعود لك بعد قليل. الأستاذ فراس السماك، هل ستثنيكم عمليات القمع التي تتعرضون لها والاعتداءات التي تتعرضون لها من قبل عناصر القبعات الزرق وميليشيا سرايا السلام وغيرها من هذه الميليشيات عن المضي في طريقكم لإكمال ثورتكم بشكلها الصحيح؟ نحن ماضون ولن نتراجع، لا قبعات زرق ولا قبعات ولا أي ميليشيات ولا أي أحزاب تثنينا عن تحرير العراق من الطبقة الفاسدة والحزبية والطائفية. احنا باقون لازدهار العراق وارجاع العراق الى الساحات الدولية ورجوع العراق الى هيبته التي كانت يفتخر بها بين الدول. لا قبعات ولا ميليشيات باقون ولن يؤثروا، يقتلون يموتون، ايش قد حيقتلون؟ احنا شعب صاحبين صار لنا 7000 سنة، ما يجون هذول التالي وقت جايين من وراء الحدود يجون يطلعونا من العراق، باقين بالساحات وماضين. وتعقيبا على ورود السلاح القبعات يا اخي، انزل للساحة وشوف الهروات، شوف السكاكين، وشوف الدونكيات، وشلون يتعاملون. وين الورود الموجودة؟ أكو مقولة لشابتها، عزة شابتها، لا تسيئوا لمراجعكم، احفظوا مي الوجه، شوفوا وضعيتكم،
لا تخلون تاريخكم يصير أسود. نعم. خلوه أبيض، رجعوا إلى عراقيتكم، لا ترجعون إلى إيران. إيران زائلة إن شاء الله، لم يلقى لها شيء، فهي أي آخر أوراق إيران ستلعبها بالعراق. فإن شاء الله إحنا باقي مثل ما انتصرنا عليهم 8 سنين، إن شاء الله هاي هم ننتصر عليهم. نعم. شكرا جزيلا لك سيد فراس السماك الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. أستاذ شاهب، يعني يقول العراقيون، هل يمكن للعراق أن يبنى إذا كان فيه أشخاص يجيشون ميليشيات عن طريق التغريدات يعني تهدف إلى العنف وإثارة الفوضى ونشر هذه الأفكار الطائفية أو إعادة إيجادها من جديد؟ طبعا هذا الجيل الذي خرج منذ 1 أكتوبر والذي دفع ثمن خروجه ودفع ثمن نضاله ودفع أكثر من 700 شهيد أكثر من 20,000 جريح، لا يتطلع إلى مستقبل يكون هؤلاء جزء منه. يعني يجب أن نكون صريحين، لا يمكن الجمع بين مصالح الشعب ومصالح هؤلاء. مشاريع هؤلاء يختلف عن مشاريع الشعب. مستقبل الشعب والذي يحلم به الشعب لتأسيس دولة عصرية لتحقيق على الأقل مستقبل جيد للأجيال القادمة لا يتوافق مع العقيدة السياسية لأمثال هادي العامري ومقتدى الصدر. يعني نحن رأينا أن هادي العامري ومقتدى الصدر أجروا اتفاق، قالوا سوف نبني العراق من جديد، وأتينا بمرشح توافقي اقتصادي يستطيع إخراج العراق من كل الأزمات، كان عبد المهدي القاتل المتورط في عمليات القتل والفساد. الآن أيضا هؤلاء يعيدون مرشح جديد، يروجون أنه بعيد عن الطائفية، بعيد عن الأحزاب الدينية، وأنه علماني و أي شخص حتى لو كان يعني شخص نزيه ومستقل، إذا تم تقديمه من قبل هذه الأطراف لن يستطيع أن يعمل شيء. يجب أن يكون فقط غطاء لمصالح مقتدى الصدر وهادي العامري، ثم يوزع المناصب والامتيازات لباقي الأطراف ويضمن مصالح ونفوذ الإيراني داخل العراق، ويبقى مركزه ومنصبه شكليا، لا يستطيع أن يحاسب الفاسدين. يعني نحن إذا عدنا للوراء، نوري المالكي أعلن مشروع حصر السلاح بيد الدولة، حيدر العبادي أعلن مشروع حصر السلاح بيد الدولة، عادل عبد المهدي وعد بذلك وإلى الآن لم يتحقق شيء. لماذا؟ لأن إرادة الميليشيات لا تسمح بتأسيس جيش وطني قادر على حماية البلاد من المخاطر الخارجية وحماية المواطنين. هؤلاء يعتمدون على ميليشيات عصابات طرف ثالث مسلحين مجهولين، بالأخير يعتمدون على عوامل اللا دولة. عوامل الدولة انتهى، يعني لا يمكن الآن وخاصة في وسط التغييرات التي تجري في المنطقة وفي العالم، لا يمكن أن تبقى أمثال هذه الدول دول هشة وفاشلة ويقودها أشخاص لديهم أفكار عابرة للحدود. نحن نرى الآن هناك عقوبات أمريكية على إيران، إيران نفسها تبحث عن وسيلة للتفاوض ورفع هذه العقوبات. يعني سوف يجب أن تستسلم بالنهاية، ماذا تفعل؟ ولكن بعكس إيران، وكلاؤها في العراق يصرون على تبني هذا النهج القمعي، النهج المتطرف في إدارة الدولة، في التمسك بالدولة، ولا يقبلون التغيير أو التكيف مع التغييرات التي يجري في المنطقة. وبالتالي لا يمكن التوافق بين إرادة الشعب وإرادة الميليشيات. إرادة الميليشيات لا يمكنها أن تستوعب هذا الأمر. وأي خطوة، لماذا يعني نحن دائما نقول نحن لسنا متشائمين نحو الإصلاح، ولكن إذا بدأوا بالإصلاح يعني نهاية أنفسهم، وهذا لا يعقل. يعني لا يمكن أن بعد 16 عام من السرقة وتراكم الأموال والمصالح وملأوا البنوك الخارجية بأموالهم، لا يمكن أن يتخلوا عن هذه المكاسب بسهولة، وبالتالي لن يرضوا بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، وسوف يستمروا في محاولة الالتفاف حول مطالب المتظاهرين، ويتعهدوا بإصلاحات قد تكون شكلية، مجرد إصلاحات شكلية. وهذا أيضا أنا لست متفائلا بأنهم سوف يقومون بذلك، لأن ما صدر عن مقتدى الصدر في هذه الفترة الأخيرة وتوجيهه للميليشيات بالتعامل مع المتظاهرين بهذه الطريقة يؤكد أن العقلية الميليشياوية راسخة داخل كل قيادات الأحزاب الدينية في العراق، وبالتالي لا يمكنهم أن يتقبلوا هذا الحراك الموجود. وعلى المتظاهرين، يعني على الطرف الآخر أيضا، أن يدرك هذا الأمر، يدرك أن توقفه
عن المطالب بحقوقه لن يجعله بمأمن عن خطر الميليشيات. بالعكس سوف يبدأ عمليات انتقامية أسوأ من الماضي، لأن الميليشيات كما نرى اليوم هم يشعرون بالغضب، يريدون الانتقام من كل الأصوات التي انتقدتهم. نسمع أمس يعني حتى الميليشيات التي كانت بينهم عداوات، أمس هادي العامري يقول لن نسمح للمأجورين بانتقاد السيد مقتدى الصدر. رغم الخلافات الشكلية التي يظهرونها، ولكن في وقت الحاجة كلهم على قلب رجل واحد. وعلى الطرف الآخر، على المتظاهرين وعلى من يريدون التغيير في العراق والتحول من دولة متخلفة وفاشلة وهشة إلى دولة عصرية ومدنية وقادرة على إدارة شؤونها وحماية مصالحها وحماية سيادتها، أن تدرك أنه لا يمكن بناء هذه الدولة بوجود هذه العقليات. هذه العقليات تمنع هذا الشيء. هذه العقليات، إيران عندما دعمت عقليات هذه الأحزاب السياسية والقيادات الدينية في العراق، أدركت أنها ستؤدي بإضعاف العراق وجعله لا يشكل أي تهديد على إيران، لأن إيران لديها تجربة مريرة في وجود دولة قوية في العراق، ولذلك لا تريد تكرار هذه التجربة، تريد دولة فاشلة، دولة ضعيفة. وهؤلاء القيادات ضمنوا هذا الشيء، ومن خلال إدارتهم للدولة، من خلال إدارتهم للحكومة، رأينا أنهم لم يقدموا أي مشروع للبنى التحتية للخدمات، فقط كانت تركيزهم على السلب والنهب وتأسيس الميليشيات. حتى يعني الغريب، لا يؤسسون ميليشيا واحدة، حتى يكون هناك عدة ميليشيات. إيران تريد أن تعتمد على هذا ضد ذاك الطرف، وتعتمد على ذاك الطرف على حساب استقرار المجتمع. يعني نحن لماذا لا نرى بعد مؤتمر الكويت للإعمار، لماذا لم يأتي أي طرف خارجي ليستثمر في العراق ويعيد بناء المدن التي دمرت بسبب داعش؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يجاسفوا بملايين الدولارات ويذهب لأيادي الميليشيات. يعني الجميع يدرك، العالم أدرك أن العراق تحول من دولة طبيعية إلى دولة ميليشيات يحكمها الميليشيات، ويسيطرون ليس فقط على الجانب السياسي للأسف، بل على الجانب الاقتصادي والجانب الثقافي والاجتماعي، ويريدون التغلغل داخل المجتمع. وتراكم هذه الأخطاء منذ 2003 وإلى الآن هي التي تسببت بخروج هذه الانتفاضة الشعبية التي تريد التغيير. سأعود إليك بعد قليل. دكتور حامد، يتساءل البعض لماذا الاستغراب من تصرفات مقتدى الصدر، شخص لديه 6 وزراء ولديه 54 نائبا في الحكومة السابقة، يعني حكومة عبد المهدي، يعني لماذا الاستغراب من تصرفاته أنه يخرج الميليشيات ويجيشها ضد المواطنين لقمعهم وإفراغ ساحات التظاهر منهم؟ عمليات تهديد حتى سبقت موضوع تكليف علاوي بالمظاهرة المليونية التي دعا إليها، دخل أنصاره إلى ساحات التظاهر وهددوا المتظاهرين لإخلاء الساحات. يعني سؤال منطقي، لماذا يتم الاستغراب من تصرفات مقتدى الصدر من قبل البعض؟ لا، هو شوف، ما لا نستغرب. أنا بديت بقضايا بتحليل اجتماعي. أنصار سيد مقتدى الصدر، خلينا نقولها بهالشكل باحترام أيضا، الحقيقة هم من الطبقات الكادحة، نسموهم المستضعفة. يعني هو جمهور ناس أيضا تشوفهم من سكنة العشوائيات والتجاوزات، يعني المدن اللي يسكنوها الآن بالملايين، يعني من مدينة الثورة سابقا مدينة الصدر والشعلة وغيرها، والمناطق الفقيرة حقيقة واللي المتعففة، عوائل متعففة كثيرة. لذلك مطالبهم، وأنا مطلع أيضا تمام الاطلاع على هذا الوضع، مطالبهم الحد الأدنى من مستلزمات حياة حرة كريمة. السيد مقتدى الصدر الحقيقة إلى شعبية ما لازم ننكرها، يعني إلى شعبية من المرحوم والده، كان أيضا يقود هذه الجمهرة من الناس، بغض النظر عن كون أكو مذهب وطائفة تجمعهم، لكنه أيضا الوتر الحساس في الموضوع هو هناك صراع طبقي احنا نسميه. أكو طبقة من الأغنياء الشيعة بين قوسين، اللي هم الطبقة الطفيلية اللي تكونت خصوصا بعد 2003، اللي سرقوا ثروات البلد كلها الآن، ورموزها معروفة الآن، صاروا رؤساء وزارات ووزراء وأعضاء مجلس نواب. وأكو طبقة أيضا الآن دول المساكين اللي عايشين على بالفقر بالفقر حقيقة. لذلك هم يتبعوه لأنه يعتبروه هو المخلص. ما الذي قدمه مقتدى الصدر لأنصاره قبل العراقيين؟
هذا السؤال الكبير، هذا السؤال الكبير اللي انا طرحته من البدايه. قضيه الوعي الاجتماعي قضيه مهمه جدا، انه يجب ان يفهم الشعب العراقي وخصوصا هذه الطبقه الطبقه الكادحه الفقيره ان تفهم بانه الحلول لا تعتمد على رجل واحد ولا مذهب ولا رجل دين ولا شيخ عشيره ولا قطاع عسكري، هذه يحتاج لها مؤسسات، بناء نظام مؤسسات دولة حديثة مثل ما تفضل أخ ضيفك بالاستوديو، دولة حديثة متطورة متقدمة تنصف، تخلق عدالة اجتماعية، توزع الثروات بطريقة عادلة، تخلق فرص عمل، تبني، تعلم، تربي، تدرب. هذه الحقيقة عدد كبير، مئات الآلاف بل ملايين، أنا أقول لك يمكن يجهلون هذه الحلول. لذلك إحنا مسؤوليتنا كأكاديميين كنخبة اجتماعية، وهذه الثورة الحقيقة فجرت هذه الفقرة بالذات فجرتها ترى. يعني نشوف أنه الآن الصراع اللي موجود أنا أعتبر به جانب إيجابي، رغم أنه أكو مخاوف بأنه هذه ممكن تنشب حرب أهلية أو كذا ويعقدوها. لا ما 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 ما, ما توصل إلى هذه الدرجة. أنا أقول لك الصراع هذا بجوانب إيجابية لابد منها، وحتمية سقوط هذه الطبقة الطفيلية الفاسدة وصعود جيل من الشباب الواعي المثقف المتعلم اللي يعرف حقوق الناس، حقوق الشعب شن هي، وأيضا متصدي، يكون شجاع، يكون جريء. هم دول الشباب، شباب ثورة أكتوبر، ثورة تشرين المباركة، هذه هي مسؤوليتهم الآن. الثورة مسؤوليتها خلق قيادة جديدة، احنا نساعدهم، احنا كأكاديميين نساعدهم، نشتغل وياهم ونقولهم يجب هذا البلد أن تستخدم ثرواته لتنمية البلد وليس للسرقة وليس لتهريب المليارات إلى إيران أو إلى حزب الله في لبنان أو إلى الميليشيات الأخرى. لذلك البلد ينبني بسواعد أبنائه، بثرواته، بتوزيع عادل للثروة. هذه الحقيقة هي المبادئ الأساسية. الثروة العراقية مو قليلة، لذلك احنا نعول على انه هذه المرحلة ان شاء الله تنتهي بانتصار الثورة وصعود شباب قادرين قيادة للمستقبل، قادرين على بناء مجتمع بعدالة اجتماعية وبسلم اجتماعي ايضا. شكرا لكم دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب. فيما تبقى من وقت أستاذ شهو، هل ستبقى الميليشيات والأحزاب في العراق وكل من يشارك في هذه العملية السياسية يعتمدون على الخيار الأمني، الخيار الدموي في التعامل مع أي أحداث تجري في العراق؟ ليس لديهم أي خيار آخر، لأنه في حال قرروا التعامل بشكل سلمي ومدني سيسقطون، يعني الملايين سوف تخرج. هم بهذا الخيار الأمني والقمعي لفشلوا في إعادة العراقيين إلى منازلهم وفشلوا في ترهيب العراقيين، فكيف لو قبلوا بالخيار الآخر السلمي؟ للأسف هؤلاء خرجوا، كانوا يعني يحاربون ضمن الجيش الإيراني ضد العراق، وجاءوا وهم يعني مدججون بالسلاح ومدججون بفكر طائفي وفكر إجرامي وفكر ميليشياوي، ولا يمكنهم أن يقبلوا بالفكر المدني أو يتعاملوا مع الرأي الآخر بشكل حضاري، بل سوف يلجؤون دائما إلى الخيار القمعي. وهذا مسيرتهم منذ أن بدأوا إلى الآن، اغتيالات، ترهيب، تهديد، وليس لديهم شيء آخر يقدمونه للمواطن العراقي. نشاهد مع حضرتك أستاذ شاهو لقطات مباشرة الآن مشاهدينا الكرام من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. طيب، يعني هذه لقطات، نعم طبعا نقدر موضوع الانترنت في العراق وهذا هذه المشكلة، وطبعا من استلم الآن المنصب لرئيس الوزراء هو وزير اتصالات سابق، حتى لم يعمر الاتصالات أو خطوط الاتصالات أو الانترنت في العراق، فما بالك بالدولة العراقية بشكل عام. فكيف بالمجالات الأخرى؟ أستاذ شاهو، فيما تبقى من وقت، هذا الزخم المستمر لساحات التظاهر من العراقيين رغم وجود القبعات الزرق، رغم سيطرتهم على مبنى المطعم التركي، لكن هذا لم يثني العراقيين على الاستمرار في زخم الدخول إلى الساحات.
على ماذا يدل هذا الموضوع؟ هذا يدل على أن العراقيين أدركوا أنه لا يوجد خيار آخر إلا خيار التغيير، ولا يمكن أن يقدموا فرصة ثانية للميليشيات والأحزاب الدينية، لأنه انتهى فرصتهم. وأعتقد أكثر من 16 عام كافية لإثبات الفشل، يعني كان لديهم مجال، هم كانوا يدعون بالمظلومية وأنهم قادرون على إدارة عدة دول، ولكن فشلوا في ذلك. أيضا المواطنين تعبوا، المواطنين لم يحصلوا على حقوقهم، يعيشون في دولة نفطية ولكن حياتهم من كدولة أفريقية، يعني للأسف محرومين من كل خيرات البلاد. وبالتالي أدركوا هناك وعي كبير عند المواطن، وخاصة إن طبقة الشباب، بأنه حتى لو أكمل دراسته سيكون عاطل عن العمل، سوف يلجأ إلى الهجرة، يجب أن يخرج، ليس هناك أي بديل. إذن إما أن نغير ونضمن حقنا ونحقق مستقبل أفضل لأجيالنا، لأن الأجيال القادمة إذا جاءت في ظل هذا الوضع سوف تنتقد لماذا لم يخرجوا، لماذا لم يفعلوا شيء. وبالتالي الخيار الوحيد هو خيار التغيير. وإلى الآن أكرر أن الخيار السلمي هو خيار المظاهرات، ولكن هناك توجه، خاصة هذا الفعل الأخير من قبل مقتدى الصدر، لإحداث فتنة أهلية، لإحداث حرب، لإحداث فوضى، لأنهم يتغذون من الفوضى. الميليشيات تتغذى من الفوضى وتنزعج من الخيار السلمي والمظاهرات السلمية، ولكن بهذه السلمية أتوقع أن تنتصر الساحات في تحقيق مطالبها. شكرا جزيلا لك أستاذ شهاب القرداغي، الكاتب والباحث السياسي معنا في الاستوديو، ونشكر حضراتكم كذلك مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في متابعات أخرى. إلى اللقاء.